بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، الآن سنتعلم هذا الدرس الجديد، وهو في الوحدة الحادية عشرة، والدرس في 21 بعنوان الرياضة البدنية. نعم، الرياضة البدنية. طيب، هناك طيب اتميتال. طيب، هذا الحجم مناسب أو نكبر أو ماذا حتى يظهر جيدا؟ هكذا أحسن أو كيف؟ لكن هنا سفونا قليلا، كيف نجعل المتحدث فقط؟ طيب، أحسن، هذا المتحدث بعدين يظهر. بسم الله. الرياضة البدنية، الكلمات الجديدة: البدن على العكس، التحرك ثقل، سليم، الفحص، علاقة، ممارسة، النهوض. الصوت مسموع جيدا أو كيف؟ مسموع يا أستاذ. مسموع، طيب جيد. الحوار: لاحظ سليمان أن زميله إسماعيل لم يقم من السرير مع أنه أيقظه قبل نصف ساعة، فقرب منه ودار بينهما الحوار التالي: سليمان، يبدو لي أنك نمت متأخرا ليلة أمس. إسماعيل: على العكس، لقد نمت مبكرا. سليمان: هل أنت مريض؟ هل تشكو من شيء؟ إسماعيل: لا، لست مريضا، إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. طيب، هناك طيب سليمان، أمرك عجيب يا أخي، أمرك عجيب يا أخي، لا تشكو من المرض ومع هذا لا تستطيع التحرك، هل تشعر بثقل في جسمك؟ بثقل في جسمك؟ هذا أنت بخطأ مطبعي. إسماعيل: نعم، وبعد الفحص الطبي أكد لي الطبيب أنني سليم. سليمان: هناك من يريد الدخول. طيب، هل تمارس الرياضة؟ إسماعيل: وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ سليمان: إنما تشكو منه سببه عدم ممارسة الرياضة. إنما تشكو منه سببه عدم ممارسة الرياضة. إسماعيل: إذا ساعدني على النهوض لأسمع،
حديثك لأسمع حديثك جيدا. هذه نقطة بعد اللي أسمع، لا بدون النقطة. إذا ساعدني على النهوض لأسمع حديثك جيدا. سليمان هيا هاتي يديك، هيا هاتي يديك. نعم سمعتم يعني الحوار هذا، والحوار يعني جميل، يتعلق بالرياضة البدنية. طيب كالعادة نحن سنسمع من نعم سنسمع من الطالبات أولا، من أحد الطالبات، وبعد ذلك لكن هذا في بين إسماعيل لم يقم. لا لا هذا صوت من؟ صوت من هذا؟ أريد يعني تركيز في هذا الدرس. طيب إذن نريد هنا لأن الحوار بين شخصين، فنريد من الطالبات يعني طالبتين. نعم طيب من تتقدم للحوار؟ تفضل. نعم الرئيسة، من الرئيسة؟ حددي يعني الاسمين من الطالبات. صلصة و بلا. بلا الاسم الأول من؟ ليسا فاطمة صلصة. فاطمة صلصة. فاطمة صلصة ثم ومن؟ بيلا. طيب تفضل تفضل يا تفضل. نعم نعم تفضل. نعم أستاذ. اقرأ الموضوع أولا ثم إحدى كنا لاحظ ثم البعض إلى حوار التالي. تفضل تفضلي. الرياضة البدنية. الحوار. لاحظ سليمان أن زميله إسماعيل لم يقم من السرير مع أنه أيقظه قبل نصف الساعة، فقرب منه ودار بينهما الحوار التالي: يبدو لي أنك نمت متأخرا ليلة أمس. طيب أين الأخرى؟ أين بيلا؟ ديلا يا أستاذ. بيلا أو ديلا لا أدري. بيلا ديلا. تفضل تفضل. نعم على العكس لقد نمت مبكرا. هل أنت مريض؟ هل تشكو من شيء؟ لا لست مريضا، إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. أمرك عجيب يا أخي، لا تشكو من المرض ومع هذا لا تستطيع التحرك. هل تشعر بثقل في جسمك؟ نعم، وبعد الفحص الطبي أكد لي الطبيب أنني سليم. هل تمارس الرياضة؟ وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ إنما تشكو منه سببه عدم ممارسة الرياضة. إذن ساعدني على النهوض لأسمع حديثك جيدا. بدون نقطة، لأسمع حديثك. نعم أستاذ. إذن ساعدني على النهوض
إذا ساعدني على النهوض لأسمع حديثك جيدا. هيا هاتي يديك. طيب شكرا بارك الله فيكما. طيب نريد طالبتين أيضا لكن على الواقع، على شكل الواقع، لأن يجعل سليمان يعني طالبة وإسماعيل طالبة، نعم، فمع تغيير ما أمكن، مع تغيير ما يبدو يحتاج إلى التغيير. طيب الرئيسة اختر طالبتين. مندي وفاطمة حسنة. طيب فاطمة حسنة وهندي. نعم ابدأ. نعم. نعم أستاذ. أنا ولا. نعم. غير. تغيير مع الواقع، وفق الواقع، يعني اجعل يعني اسمي، اجعل اسمين اسميكما. نعم تفضلي. طيب استاذ، الرياضة البدنية، الحوار. لاحظ عندي ان زميلة لاحظت مندي ان زميلها فاطمة لم يقم زميلها أن زميلتها. لماذا أن زميلي زميلتي أن زميلتها؟ نعم أن نعم أن لد... لا بعد أن زميلتها فاطمة لم تقم من السرير مع أنها أيقظتها نعم قبل نصف ساعة فقربت منه ودارت منها فقربت منها ودارت بينهما الحوار التالي. دار الحوار يعني ودار بينهما الحوار التالي. نندي أولا. نعم يا أستاذ. يبدو لي أنك نمتي متأخرا. لا ليلة لا لا متأخرة. نعم متأخرة. يبدو لي أنك نمتي متأخرة ليلة أمس. طيب أين فاطمة؟ موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة. هو تقي يا أستاذ. إذن بتغيير. طيب تفضلي. تقي. نعم تفضلي. نعم أستاذ. على العكس لقد نمت مبكرا. نعم. هل أنت مريضة؟ هل تشكين؟ هل تشكين؟ نعم. هل تشكين من شيء؟ لا لست مريضة، إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. أمرك عجيب يا أختي، لا تشكين من المرض ومع هذا لا تستطيعين التحرك. هل تشعرين بثقل 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 في جسمك؟ نعم، وبعد الفحص الطبي أكد لي الطبيبة أنني سليمة. ألم
دقية معه. طيب أكد لي الطبيب أنني سليم سليمة. طيب أنني سليمة. طيب بعدها هل تمارسين الرياضة؟ وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ بما أشعر به؟ إنما تشكين منه سببه عدم ممارسة الرياضة. إذا ساعدني على النهوض لأسمع. ساعدني. إذا ساعدني على النهوض. ساعدني. أنت تخاطبين امرأة طالبة. إذا هذا ساعدني، هذا للرجل، للرجل. طيب إذا خاطبتي الامرأة كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ إذا ساعدتني. لا لا، فعل أمر. إذا قلنا اشرب اشربي، إذا ساعد ساعديني. نعم ساعديني. إذا ساعديني على النهوض لأسمع حديثك جيدا. نعم. هيا هاتي يديك. هدي يديك. طيب يعني ممارسة الكلام مع الأجناس، يعني غير الجنس مع الأجناس الأخرى، لابد من تغيير الأفعال، تغيير الأفعال والأسماء كذلك. طيب جيد، بارك الله فيكما. طيب الآن نريد من الطلاب، من الشباب، تفضل تفضل يا رئيس. الرئيس، رئيس الطلاب موجود؟ طيب أو الموجود فقط، من الموجود؟ أين الرجال؟ حاضر يا أستاذ. نعم تفضل. حاضر يا أستاذ. عند من؟ الأول من؟ هلا الفريدي. الفارزي. طيب مع من؟ مع نفس. مع سسب. سسب. طيب طيب تفضل. الرياضة، الرياضة البدنية. الحوار. لا حفظ سليمان أن زميله إسماعيل لم يقم من السرير مع أنه أيقظه قبل نصف ساعة. فقرب منه ودار بينهما. الحوار التالي. ابدأ أنت. لا بأس، ابدأ أنت. أنت سليمان. نعم نعم. مباشرة بذكر الأسماء، بعدم ذكر الأسماء. يبدو لي. نعم. يبدو لي أنك نمت متأخرا ليلة الأمس. ليلة أمس. على العكس. طيب. على العكس، لقد نمت مبكرا. هل أنت مريض؟ هل تشكو من شيء؟ لا لست مريضا. إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. أمرك عجيب يا أخي، لا تشكو من المرض ومع هذا لا تستطيع. من المرض. من المرض. من المرض ومع هذا لا تستطيع التحرك. هل تشعر بثقل في جسمك؟ لا بثقل. 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 نعم بثقل. هذا خطأ مطبعي. نعم بثقل. بثقل.
بثقل بثقل في جسمك بثقل في جسمك بثقل في جسمك نعم وبعد نعم وبعد الفحص وبعد الفحص الطبي أكد لي الطبيب أنني سليم هل تمارس الرياضة؟ لا لا أسكن أسكن لا لا أسكن عند الوقف هل تمارس نعم هل تمارس الرياضة؟ نعم هكذا نعم وما علاقة الرياضة بما أشعر به؟ بما أشعر به؟ بما أشعر به؟ إنما تشكو منه سببه عدم ممارسة الرياضة. رياضة. إذن ساعدني على النهوض لأسمع حديثك جيدا. حيا حتي يديك. طيب بارك الله فيكما. إذن خلاص. نعم. انتهينا من والآن سنقوم بإثراء المفردات. طيب الرياضة. طيب تعرف لنا الرياضة؟ ما هي الرياضة؟ من نعم ماذا؟ بالعربية أولاً ثم بعد ذلك بالإندونيسية لا بأس، لكن أنا أفضل في الأخير ماذا؟ الإندونيسية. ما هي الرياضة؟ يعني طبعا فهمنا بالإندونيسية، لكن نحن نتعلم العربية ليست مثل ذلك إلا إذا تعلمنا الترجمة. طيب الرياضة، الرياضة البدنية القيام بحركات لترويض عضلات الجسم وجعله يكتسب قوة ومرونة. هذا يعني يعد تعريف، يعني تحديد، تعريف أو تحديد يعني definition. طيب أقارن مرة ثانية حتى يعني تثبت حتى تثبت المعلومات عندكم. الرياضة البدنية القيام بحركات لترويض عضلات الجسم وجعله يكتسب قوة ومرونة. طيب من منكم يكرر؟ أي واحد منكم يكرر؟ جيد. لا يوجد؟ إذن بحاجة إلى يعني مرات. طيب القيام بحركات لترويض عضلات الجسم وجعله يكتسب قوة ومرونة. نعم تفضل. هذا إذا يعني إذا تعلمنا عبر الواتساب ممكن نرسل مباشرة، لكن عبر يعني الاجتماع الافتراضي لا، لكن كلا يعني في كلا الطريقين طبعا نقص وأيضا يعني ماذا نسميه نقص وزيادة. لا يستطيع منكم لا بأس، بعدين يعني تقراره عند مشاهدة الفيديو ممكن. طيب بعد ذلك البدن، البدن مفرد أو جمع؟ من يعرف؟ لا مع التجاوب، الدراسة مع التجاوب، يعني أنا أسأل وأنتم تجيبون، فأي واحد يجيب يعني ينوب عن الجميع، فلا يسكت، لا يسكت يعني لا يسكت أحد، ويستجيب يرد الكلام. طيب البدن مفرد أو جمع؟ مفرد. طيب ما جمعه؟ أبدان. الأبدان نعم، بدن أبدان. والكلمة المترادفة ما هي؟ جسم.
جسم نعم جسم أجسام كما قلنا في تعريف الرياضة البدنية. طيب على العكس ما معنى على العكس؟ الروح. ماذا؟ أقص أقص فقط على العكس. الروح. الروح ما من الروح؟ على العكس. يعني نعم يعني أقص يعني ضد نعم فنقول ممكن على الضد على الضد أو على المضاد على المضاد أو على العكس نعم هذا نسمي عكس. فمثلا أقول ما حدث كان عكس ما يتصور هنا عكس هنا بمعنى نقيض نقيض أو خلاف على الخلاف وعلى خلاف ذلك على الخلاف على العكس على المضاد هكذا أو نقول بالعكس بالعكس أو على العكس سواء. طيب فهنا أيضا في كلمة العكس بالعكس العكس بالعكس العكس في البديع العكس في البديع هذا علم البديع علم البلاغة أنتم تدرسون علم البلاغة بعدين إن شاء الله أو خلاص أخذتم لا أدري. طيب العكس في البديع يعني تقديم جزء من الكلام على جزء آخر مناقض له مناقض له. طيب نعم العكس في البديع تقديم جزء من الكلام على جزء آخر مناقض له. طيب خلاص يعني مجرد كذا يعني مقدمة في هذا العلم بعدين فستطورون لذلك إن شاء الله تعالى. طيب تحرك ما معنى تحرك؟ من لديه يعني معلومات أو رصيد لغوي في معنى تحرك لا بأس تفضل هذا الوقت لي لعرض يعني مهاراتكم اللغوية. طيب ما معنى تحرك من يعرف؟ انتقال الانتقال إذا قلنا التحرك إذا الانتقال على حسب يعني الكلمة إذا قلنا تحرك انتقل يعني فعل والاسم بالاسم. طيب صح نعم يعني التحرك الانتقال أو تنقل تحرك القطار معناه ماذا؟ بداية انطلاقه انطلاقه فنقول انطلق يا أخي انطلق يعني تحرك انطلق إلى هنا إلى الأمام تفضل انطلق اذهب. نعم طيب هذا انتهينا من التحرك إذا يعني قد تأتي يعني هذه الكلمة في الامتحان مثلا يعني ما مرادف التحرك. طيب ثقل ما هو ثقل من يعرف؟ وزن أكبر يعني في إذا كان ثقيل نقول ثقيل ثقيل هذا أمر ثقيل لكن في كلمة يعني اسم كذلك أي ثقل ثقل يعني ضد ماذا ضد الخفة فنقول خفيف ثقيل عكسه خفيف طيب يحمل ثقلا أو ثقلا أرهق كاهله يحمل الثقيل هل أنت تستطيع يعني حمل الثقيل؟ نعم أنا أستطيع. طيب مثلا طيب سليم ما مراد بسليم؟ من يعرف؟ صحيح سليم صحي نعم سليم صحي إذا كان سلامة يعني صحة سلامة صحة وسليم صحي يعني ضد عيب ضد عيب فنقول لها ذوق سليم يعني سليم هنا خال من العيوب خال من العيوب. طيب سليم العقل
سليم العقل سالم من كل لوثة أي ليس به مس من الجن من الجن أو من الجنون. نعم هذا سليم العقل. طيب وسليم النية يعني صالح النية. سليم إذا صالح كذلك سليم يعني صالح. طيب قلب سليم. طيب ما معنى سليم هنا؟ قلب سليم قلب طيب. فهناك اصطلاح يعني العقل السليم في ماذا؟ في الجسم السليم. العقل السليم في الجسم السليم. طيب هذا بحاجة إلى الرياضة. طيب الفحص ما هو الفحص؟ من يعرف؟ فحش هنا فحص. من يعرف؟ اكتشف كشف. الفحص هنا الاكتشاف. نعم أو الكشف يعني الكشف. نعم فحص العمل يعني كشفه ونظر في إنجازه هذا الفحص. فحص الطبيب المريض معناه ماذا؟ حسه ليعرف ما به من علة من مرض. طيب علاقة ما معنى العلاقة؟ ما عندي علاقة مثلا بقول ماذا؟ ما مرادفه؟ صلة يعني ما عندي صلة به ما عندي علاقة معه وموكن. وصلة كذلك رابطة رابطة مثلا تربطه يعني رابطة يربط. إذن تربطه به علاقة أعلية قرابة. أنا عندي يعني علاقة أعلية بهذا الرجل يعني من بعيد أو من قريب من بعيد أو من قريب. طيب فنقول لا علاقة لي بما حدث. لا علاقة لي بما حدث لأن لا صلة لا علاقة لهذا الموضوع بي أنا. طيب لأن نصل إلى ممارسة. ما هي الممارسة؟ من يعرف؟ ممارسة يعني مباشرة مباشرة. هل تباشر الرياضة؟ يعني هل أنت تمارس؟ هل تباشر الرياضة؟ نعم أمارس الرياضة. إذن ممارسة مباشرة. طيب النهوض من يعرف؟ يلا تحدث. النهوض يعني القيام. النهوض القيام. نعم خلاص هذه النهوض بالعمل يعني القيام به بنشاط. النهوض بالعمل القيام به بنشاط. طيب بقي الاجتماع عبر هذا فقط تقريبا 4 دقائق. طيب الآن لأنه عرفنا وتحدثنا فلا بد من السؤال. طيب التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية من النص. ماذا لاحظ سليمان؟ ماذا قال سليمان لإسماعيل؟ هل نام إسماعيل متأخرا؟ بما شعر إسماعيل؟ كيف عرف إسماعيل أنه سليم؟ مما يشكو إسماعيل؟ لماذا لا يستطيع إسماعيل التحرك؟ طيب هذا بحاجة فقط يعني بحاجة إلى الإجابة في نجعله واجبا واجب المنزلي في الإجابة على 7 أسئلة على 7 أسئلة إن شاء الله تعالى. فهذا فقط الواجب هذا فقط. طيب لا بعد ذلك التدريب الثاني املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي. يبدو
النهوض يثقل السليم بدنه للفحص متأخرا يمارس. يجب على كل إنسان من يستطيع أن يمارس. نعم، يجب على كل إنسان أن يمارس الرياضة يوميا. طيب، ثانيا، يهتم الإنسان بالمحافظة على صحة بدنه. طيب، ثالثا، بدنه. نعم، عندما نشعر بألم نذهب إلى الطبيب. نعم، للفحص. طيب، نقطة أن هذا اليوم سيكون حارا. يبدو. نعم، يبدو. طيب، وصل سالم نقطة عن الموعد متأخراً. طيب، متأخراً هذا إذا كان واحد، إذا كان اثنين متأخرين، وإذا كان الجمع مذكر سالم ماذا؟ جمع للذكور متأخرين. أما بالإناث متأخرات، متأخرة، متأخرتين، متأخرات. يعني هذا لابد من التغيير. طيب، العقل نقطة في الجسم السليم. العقل السليم في الجسم السليم. طيب، بعد ذلك نقطة جسم الإنسان كلما أكل كثيرا ولم يمارس يثقل. نعم، يثقل جسم الإنسان كلما أكل كثيرا ولم يمارس الرياضة. طيب، ساعدني على النهوض أو على ماذا؟ على كما قلنا في المرادف القيام. على القيام من فراشي إنني متعب. طيب، بعد قليل سينتهي، وإن شاء الله نواصل في وقت آخر، يعني الحصة الثانية في وقت آخر، لأن عندي مهمة جدا، لكن إن شاء الله يعني لابد من تبديل الدرس. طيب، أجب كما في النموذج. المرض التحرك. لا، لست مريضا ولكنني لا أستطيع التحرك. تفضل. نعم، لا، من يجيب؟ لست. نعم. لا، أنا لا لست لست لا لست خوفا آه، لست لست خايفا لست خايف نعم. خوفا لست خائفا لست خائفا ولكنني لا أستطيع السباحة. لا أستطيع السباحة.